بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة فيولا أمهيرد رئيسة الاتحاد السويسري الصديق، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري، متمنيا سموه لفخامتها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة فيولا أمهيرد رئيسة الاتحاد السويسري الصديق، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري.